طلبة الطب اللي أصبحوا أطباء عظماء، كل واحد فيهم هيرجع لبلده ويقدم خدمات واجب مهم جداً. احكولي عن المشروع اللطيف اللي انتوا عملتوه، انتوا ايه الاصوات الحلوه دي وايه القصيده الحلوه وابتدت منين الحدوته؟ الله يسعدك. خرجنا ثانويه عامه، بتعرفي الاوضاع مو مناسبه يمكن في بلادنا في سوريا، فما لقينا غير الام الحاضنه طبعا مصر اللي لقينا كل الامور مسهله ميسره منذ التسجيل على سواء الالكتروني. اول ما جيت كنت طفل صغير، اجيت دغري على مكتب دكتوره هاله، قلت لها انا طالب طب، قالت لي تعالى، فمسكتني من ايدي ووصلتني بقى على اداره الوافدين جامعه اسكندريه، وبعدين منها على الكليه. انت كنت عايش في مصر قبلها؟ لا انا من برا. يعني انت جيت على طول على كليه الطب؟ كليه الطب صحيح. يعني طب وغربه مع بعض، الاثنين في واحد، معادله صعبه. صحيح. اكيد كنت مشفق على نفسك واهلك كانوا مشفقين عليك، بس قول لي بقى احساسك وانت بتخلص. احساس لا يوصف صراحه، يعني يعجز اللسان او حتى يتنحمس الدمعات والعبرات، انه مو قادر اوصف اي شعور، هل هو حنين للمستقبل، حنين للماضي او امل بالمستقبل، شعور فرح ام شعور حزن، يعني تختلط المشاعر بصراحه. هل هي انه احنا عم نخلص فتره زمنيه، عم نتخرج وعم نصير دكاتره اطباء، او كمان عم نترك اهل، ناس اهل يعني عشنا معهم احلى الايام وتحملنا اصعب ظروف الوباء، يعني فالمشاعر مختلطه بصراحه. يعني بالتاكيد. وانتوا بقى فكرتوا في الفكره دي وانتوا متى انبثقت فكرة الأغنية؟ انبثقت، احنا كنا عم نمتحن امتحانات التخرج، فامتحاناتنا بتخلص يوم 20/1/2022، فبدهم يعملوا حفل تخرج، فطرحنا الفكرة دكتورة هالة، وصلتها لإدارة الجامعة دكتور وائل نبيل ودكتور عبد العزيز قنصوة، وصلها دكتور علي عبد المحسن الوكيل، اخذنا الموافقات صدفه، احنا ما كنا قلنا خلاص وباء كورونا بقى اكيد هي منعوا، اكيد خلاص ما فيش حفله، فهي منعوا خلاص، فلقينا الحمد لله الامور تيسر، موافقه، لا الموضوع صار جدي يا جماعه يلا نشتغل. فبلشنا الحفل، بعدين قلنا طيب احنا بدنا نشكر مصر، يعني بدنا نعمل كدولة مصر، احنا كلنا ماشيين، احنا فعليا الطلاب الوافدين احنا 140 طالب من اصل 1500 طالب، لازم نعمل كدو، فكتبنا على الجروب بدنا نعمل حفل اغنيه، بدنا نعمل اول شيء شعر، نلقي شعر. فبلش كل واحد اجتهادات فرديه يكتب شعر، يكتب انتوا شعراء يعني؟ عايز اعرف. على شعيره وصلنا بين شعر عراقي زميل لينا وشعر فلسطيني، توصلنا لهذه الابيات الجميله. وبعدين كبرت، نمت الفكره انه بدنا نلحنها بقى ونعمل فيديو كليب ونشيد ويلا بينا وفعلا كل ده الامتحانات شغاله. بعد يا صباحا يا ليلى، عرفتي هي يعني خصوصا يوم الامتحان بيكون يوم فري، يوم الامتحان بيكون خلص، يعني احنا هيك بنرجع بننام، يوم الامتحان بنروح نسجل. يعني احنا كنا تقريبا 40 طالب وسجلنا، حتى اختار منا الموزع 15 طالب فقط اللي اصواتهم تلائم الغناء. يعني كانت رساله ودوده وحلوه. يعني بص، يعني كانت رسالة امتنان راقية جدا منكم، يعني في النهاية لا الجامعة منتظرة ده ولا مصر يعني هي كانت وجودكم في حد ذاته شيء مشرف ومحبب لينا، انما رسالتكم كانت حلوه. احنا اصلا ما كناش، ده مفاجأة، احنا اخذنا موافقات لعمل نشيد تخرج اسمه نباهي الامم. ما فيش حاجه اسمها كنا في مصر، واحنا اخفينا الموضوع تماما في الحفل. احنا فاجئنا الدكاتره انه احنا احنا كنا بناخذ الموافقات للاثنين، احنا بناخذ موافقات بسبب الكادو الثاني اللي هو كنا في مصر وعم ننزل نصور بمصر وبناخذ الموافقات الامنيه من غير ما حدا يدري انه في شيء لمصر. يعني حلو جدا. دكتوره تقوى رحيم شيال من العراق، منين من العراق يا دكتوره تقوى؟ من ديقار. طبعا. برضو اول ما جيك لمصر على كليه الطب اسكندريه على طول. ايه الحاجات اللي استوقفتك في البدايه؟ في البدايه اللهجه. اللهجه كانت سريعه حال. سريعه قوي؟ سريعه، الكلام كان سريع. ما كنتش افهم على الدكاتره خالص. الشرح قصدي، مش كان غير اللهجه؟ انا بطبعي يعني لا، الاكل احنا البنات توب. احنا توب شاطرين. لا بس قعدنا اسبوع قاعدين على الكروسات، ما اسال حدا المصريين يقولوا لي كشري، يقولوا لي كشري وكبده وفول وفلاقه وطعميه وابصر وطاجن، فاحنا هالشغلات ما بنعرفها شو هي، حتى المحشي ممبار وكروم ممبار وهلا، فاحنا مش متعودين. مختلف عنا، يختلف، عرفتي؟ فاحنا اسبوع حاليا بطلنا نروح على اي مطعم سوري، هلا احنا بنروح على مطعم مصري. خلص زبطتوا نفسكم.